السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي القناة. من آخر الخلاصة، موعد مباراة تونس القادمة أمام نيجيريا، مباراة ودية ولكن قوية جدا، ولأني عارف القناة الناقلة ومعلق المباراة لذلك هذه المباراة، إلى جانب طبعا عشان جمهور تونس الشقيق أهل تونس الكرام. مباراة تونس أمام نيجيريا القادمة بإذن الله تعالى الودية هيكون ميعادها غدا، غدا الثلاثاء 13/10/2020. المباراة موجودة في أكتر من موقع، ميعادها الساعة 7:30 مساء بتوقيت مصر اللي هو 6:30 مساء بتوقيت تونس، في موقع واحد فقط هو اللي كاتب المباراة 8:30 مساء بتوقيت مصر 7:30 مساء بتوقيت تونس. خلينا في المواقع اللي هي كلها ايه زي ما بيقول كده في الفقه السنة لو حضرتك مسلم، يعني بناخد برأي الجمهور، يعني معظم المواقع كاتبة اللي هي ميعادها 7:30 مساء، يبقى 7:30 مساء بتوقيت مصر طبعا وليبيا والسودان، وميعادها الساعة 6:30 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، مباراة بين تونس ونيجيريا. المباراة أيضا ميعادها الساعة 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق وبلاد الشام، سوريا والأردن وفلسطين ولبنان، وميعادها الساعة 9:30 مساء بتوقيت الإمارات وعمان، وميعادها الساعة 5:30 مساء بتوقيت جرينتش موريتانيا. على القناة الناقلة لمباراة تونس أمام نيجيريا، هي قناة كل الناس عارفينها طبعا، تونس الوطنية الأولى أو التلفزيون تونيزيان وان الوطنية الأولى طبعا مشهورة في تونس، والمعلق هو رفقي بوستا، يا رب أكون أو أقدر يعني أكون بقول اسمه صح، رفقي بوستا. عامة التردد الخاص بهذه القناة خلينا نقول النايل سات هو 10/77/9 الأفقي، معدل الترميز 27500، التصحيح 3/4، وطبعا القناة مفتوحة وباقي القنوات الناقل أو باقي الترددات قدام حضرتك اهي. طيب متابعي الكرام، كان معكم محمد نور الدين من قناة من الآخر وخلاص، قدمنا لكم بعد مباراة تونس أمام نيجيريا الودية طبعا. اشترك في القناة بضغط على زر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب عليه اشتراك، وسبسكرايب واعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.